لقاء تواصلي من أجل البوح والحكي والفضفضة لمشاكلنا اليومية في العلاقات الأسرية والغوص في عمق الحياة النفسية والاجتماعية. كلام طيب، فضاء حر لكم مستمعينا الكرام مع الدكتور طيب كريبان. أما عن الشق الثاني من السؤال وهو قضية الميراث، هذا أمر ربنا سبحانه وتعالى فصل فيه. أنا أتعجب من بعض الناس بعد وفاة الفقيد كيبدأ اللغط والجدال حول الميراث. الميراث هو محدد مبرمج في القرآن الكريم، ليس فيه أي اجتهاد. تقريبا 95% في الميراث ما في اجتهاد، لأنه ثابت بالقرآن الكريم وبما فصلته وبينته السنة النبوية الشريفة. وكل من يريد أن يغير أو يبدل هذا تطاول على كتاب الله عز وجل. فلالا هذا الشريف الله يرحمه الفقيد مشى عند الله تعالى، خلى زوجة وخلى أولاد ذكور وإناث وخلى أم. فمعروف في الشريعة الإسلامية أن الأم عندها السدس والزوجة لها الثمن، وما تبقى يقسم على الأولاد ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه القسمة انتهت، هذا ليس فيه اجتهاد، هذا كله تطبيق لحرفية القرآن الكريم. الأم لها السدس، الزوجة لها الثمن، ما بقي هو للأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين. الإخوة لا دخل لهم، الإخوة لا دخل لهم، خصوصا إذا كان عندك مولود ذكر. الإخوة الله يغفر لنا ولهم، هما الحق ديالهم هو أنهم يساندوكم، يتهلاو في هاد الأيتام، ياخذوا بيديهم يوقفوهم على رجليهم، يتهلاو فيهم باش يواصلوا الدراسة ديالهم والتعليم. هذا هو الدور ديال الإخوة، ماشي يزاحموكم أو يدخلوا من جهة الأم، كيسموها مسمار جحا. إلا كانت القضية قابلة للقسمة تقسم، إذا كانت غير قابلة للقسمة كنرجعوا لمسألة أخرى. الفقهاء عندهم ما يسمى بالعرف، ملي كنبغيو نقسموا الميراث، إلا كان ميراث يقسم، مثلا هذا السيد الله يرحمه خلى لنا رصيد بنكي، أموال في البنك مثلا، هي واضحة، هي قابلة للقسمة، كنقسموها بهذه الطريقة. الأم السدس، الزوجة الثمن، ما تبقى نقسمه للذكر والإناث، كل واحد عود والأخرى نسعود. واضحة. إلا خلى مثلا شي بهائم في البادية، خلى نعيجات أو بقيرات، أو خلى منتوجات فلاحية، حقول ديال القمح أو ديال القطاني أو ديال الكروم أو التمار، كله قابل للقسمة. لكن إذا كان المنزل، المنزل غير قابل للقسمة، واحد المنزل سكن فيه الزوجة وسكن فيه الوليدات والأم كتسال فيه السدس، ولكن كي غنديروا القسمة؟ هنا الفقهاء كيقول لك نلجأ إلى العرف وإلى المصلحة، وهي أن الوضع يبقى كما هو عليه. هذيك الأم اللي عندها السدس، إما كندير واحد الترتيب معها، هذوك الوليدات راه الحافدة ديالها، وهذيك المهم راه هي الحاضنة عليهم وهي أمهم، هما فلت كبيدها، يعني ما عندك ما تدير، راه منك وإليك، لحمك ودمك. كاين الأمهات الصالحات بالفتوى ديال الفقهاء كيقول لك هذيك الأم اللي عندها السدس كدير تنازل، كتقول لك أنا الحافدة ديال ولدي، بغيتهم نشوفهم معززين مكرمين منعمين، أنا نجي عندكم مرة مرة غير نطلع عليكم، نجلس معكم شي أيامات ونشوفكم ونعنقكم ونشوف فيكم الصورة ديال ولدي ونشم فيكم الريحة ديال ولدي. هكذا العرف ما تفعله الأمهات الصالحات. إلا لم توافق على ذلك، كانت ممرمجة وشي واحد ربما حرضها، ديك الساعة كنديروا واحد العمل آخر، كنديروا تقييم ديال ذاك البيت وكنعطيوها النصيب مالا. كنقول لها هاد البيت مثلا كيسوى مثلا 50 مليون او 60 مليون مثلا، انت عندك السدس، يعني كتسالي 10 مليون نعطوها لك بالتقسيط وان شاء الله يكون خير. وفي الغالب هذا ما كيكونش، لان الامهات ملي كيفقدوا ولدهم كيعود ولدي الولد اعز واحن عليهم من اولادهم. لكن للاسف كيقدر يكون شي واحد في الاسره كيقوم بالتحريض وكيقوم باشعال وادكاء نار العداوه. كنقول هذا الصنف من الناس إخواني الفضلاء، راه قلنا في أول حلقة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، راه اللي كيدير المناورات
واللي كيحاول يضرب الاخرين راه تدور الدائره، تدور الدائره وتعود على صاحبها. العرب ايام زمان ماذا قالوا؟ من حفر لاخيه جبا وقع فيه منكبا، من حفر لاخيه جبا وقع فيه منكبا. وربنا عز وجل قال في هذا المعنى: ولا يحيق المكر السيء الا باهله. انسان اما يدخل بخيط ابيض ويقاد ويحاول يجمع الشمل ويحاول يتنازل. راه في الثقافه ديال روح الشريعه الاسلاميه عندنا في تقسيم التركه عندنا ما يسمى بروح التنازل. الصلحاء والفضلاء كتلقاه هو الاول كيتنازل، كيقول لك انا الورث الحقيقي اللي خلاو لي والدي ولا خوتي راهما انتوما، هما هاد الكائنات البشريه اللي هما خوتي وخواتاتي وولادي وبناتي ولاد خويا ولاد هما الورث الحقيقي. اما المال غاوسخ الدنيا راه يمشي ويجي، وكاين اللي كيعطي من عنده باش يبقى الشمل مجموع وتبقى الحاله مجموعه. إذا كانت لاله خديجه هاد الارث عنده علاقه بالتامين وعنده علاقه بالبنكه، فايضا المساله البنكيه راه عندها قانون خاص راه تقريبا منبثق من روح الشريعه الاسلاميه. راه هما كيقول لك بان هذا الامر كيمشي للورثه، وكاين التامين اللي هو توشيع مباح. التامين هو صندوق تضامني تكافلي، ملي كيوقع الانسان نكبه الناس كلهم اللي مشاركين في صندوق التامين يعطى من ذلك الذي اصابته النكبه. هو عباره عن تضامن وتكافل بين الناس. فكنظن ان المساله هي راهي واضحه وبسيطه. ربما المساله فين كاين المشكل ديالها؟ هو المشكل في النفوس. ربما النفوس خصها تطهر. احيانا كتلقى بعض العائلات هكذا في صراع وكيقولوا لي اجي دخل معنا بخيط ابيض باش نتقادوا. اول ما نبدا به كنقول لهم جيبوا لنا الصوره ديال الهالك، الصوره ديال الفقيد. فكيجيبوا الصوره كنحطوها امامنا كنقول لهم شوفوا اعتبروا ان صوره هذا الشخص كانه معنا، راه جالس معنا، راه في قبره راه يسمع وراه يرى ويستشعر كل شيء، راه الميت يسمع ويرى. كما قال الله تعالى: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. راه يسمع ولكن لا يستطيع ان يعبر ولا يستطيع ان يتخذ اي موقف، لانه دخل الى عالم اخر من عالم الفناء الى عالم البقاء. اذا ذكرناه بالسوء نؤذيه، لا ذكرناه بالخير تؤمن عليه الملائكه وترفع مقامه الى اعلى عليين. واحد كان كيتكلم كثير على الفقيد ديالو بالسوء والحسابات الماليه. الغد ليه قال لي: رايت رؤيه مناميه. أشفتي؟ قال لي: رايت فلان كان والده، رايته جالس ممتد وهو يلبس كفنه، لابس الكفن. قال لي: وانا جئت بمنشار ثم بدات اقطع في اجساده. فقلت له: ويحك ويحك، امسك عليك لسانك. قلت لي: دابا داك الميت راه غاضب منكم. قال لي: ماشي غير انا، راه خوتي كلهم كانوا كيتنازعوا وانا واحد منهم، علاش قصدني انا؟ علاش انا بالضبط؟ قلت لي: لانك انت كان وضع فيك واحد النظره كبيره، كان وضعك في واحد المقام رفيع، كان واخذ عليك واحد القيمه، ولكن خذلتيه. كان كيتسناك انت تكون هو مول العقل، صاحب القلب الكبير، ولكن خذلتيه. والله هذا السيد ملي رجع عند خوتو وقف على العتبه ديال الباب، لقاهم مجتمعين كالعاده في المائده المستديره، وكل واحد هز الشوكه ديالو وقفوا في العتبه ديال الباب. قال لهم باختصار: انا غنقول لكم خديت الورث ديالي. قال: ليش خديتيه؟ قال: من الورث ديالي هما انتوما، خوتي خواتاتي وحبابي، ثم هما دمي ولحمي، ثم هما اكبر ارث خديته. وجاد جا عندهم قبل لهم رؤوسهم واحد واحد واحد، وقال لهم: سمحوا لي الا كنت خطات فيكم في شي كلمه، سمحوا لي الا كنت اذيتكم بشي حاجه. وبدا كيبكي معهم، ثم خذ المعطف ديالو وانصرف. قال لهم: اللي جا في النصيب ديالي ردوه على من هو فقير، فلان وفلان وفلان اعطوه لهم، الله يسامحكم والله يسامح لي. وزاد في حاله، تنازل على كل شيء. سبحان الله، دازت الايام ودازت الشهور دازت السنوات، بضع سنوات، هذاك السيد فاض عليه الرزق، والله فاض عليه الرزق. هذه عائله كنعرفها وعشت معها المعاند ديالها. هذاك السيد ما عرفتش كيفاش ربي عز وجل قال لك يوضع يده على التراب يصبح ذهبا وفضه ولؤلؤا ومرجان. فين ما مشى كيلقى رابح، ديما رابح 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 رابح، غادي والرزق تابعه. كيقول لي: ها انا ذا بين يديك، خذني اليك، الرزق تابعه. والاخرون احدهم اللي كان عنيف واللي كان كيتحاسب
الله يستر بنت فيه العلامة وبنوا في الوليدات ديالو اللهم لا شماتة، طلبوا الله السلامة والعافية. فكان بغي نقول لهاد الناس وكاع اللي كيسمع فينا الآن، ربما هذا مشكل راه كاين في عدد كبير من العائلات، الإنسان يصبر ويحتسب، يكون عندنا فن التنازل، ونعلم بأن الرزق راه موجود وكثير، الله تعالى هو الرزاق، راه كما رزق هذاك الميت أعطاه واحد القدر ديال المال أنت حي مازال يعطيك، وإلا عطاك العاطي ما تحرص ما تواطي، ربي كريم سبحانه وتعالى. فلالة خديجة الله يصبركم، اللهم تعالى يزيكم صبر الأنبياء وصبر المرسلين، الله يرحم الفقيد، اللهم تعالى يسكنوا فسيح الجنة ويجعلوا في أعلى عليين مع الأنبياء ومع الصالحين، والولدات ديالك الله ينبتهم نابة حسنة، يكونوا يا ربي ناجحين فالحين مباركين، والوالدة ديال الفقيد الله يشفيها الله يعافيها الله يخليها لكم بركة وتكون لكم بحال الثرية كتضوي على الجميع، والإخوة والأخوات تاع الفقيد الله يتولهم بالعناية والرعاية، الله يوحد الكلمة ديالهم، الله ينقي القلوب ديالهم، وذاك اللي كان أو اللي كانت في محار عنده واحد الشوكة نطلبوا الله يهدينا ويهديه للطريق المستقيم ويرد بنا وبه إلى ما يحبه ويرضاه ويكون هينا لينا. احنا الموت لابد أن نأخذ فيها العبرة والعظة، هاد مول المال راه هو مد معه والو، راه خرج من الدنيا حافي القدمين عالي الجسد، وهكذا نحن جميعا كلنا سوف نخرج من الدنيا حفاة عراة، كون كان هاد المال فيه الخير كان يديه معه، ولكن مد معه والو، بمعنى أن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أسأل الله تعالى أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من عباده الراشدين. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.